السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في التفصيل والخياطة. اليوم البنات معنا موديل جديد اللي هو غوب دو سواري. نبدو بسم الله. عندنا هاد الكتان معدس قاع تعرفوه، عندي 2 متر 50 وعندي هاد البيزو بيزو باش نديرها لا ديبليور تاعها. عندي ميطرة ما لقيتش لا كولور دوري، جبتها في البيج معليش ما تبانش من تحت. عندي هاد البونج زدورة تاع البونج، وعندي هاد الكروشيات، وعندي هاد الحزامة. هادو اللي نسحقهم في هاد الغوب دو سواري. وعندي الفيرميتور ولا السيك تاع الميطرة. الفيرميتور مانيش عارفه اسكو نديرها ولا ما نديرهاش. ومعانا تاني عندنا راح نديرو هاد الفينه، فينه اللي هي جايك شغل الاستيك. عندي 3 متر فينه، وعندي هاد القفالي، القفالي راح نديرهم نسحقها في الفينه. دوك الكتان هذا البنات نسحقها منه 2 متر، نقلع 2 مترات نفصلها، ونص متر نسحقها الحزامة. ودوك نساوي الكتان نطبه ونعاود نولي لكم. شوفوا البنات طوينا الكتان هذا تاعنا 2 مترات، طويناها على 4. دوك نوريكم طريقه سهله تاع التفصيل تاع روب دو سواري. ندو من لهنا، ندو للصدر. الصدر عندنا صاي هنا ما نستعملوش الكتف، نديرو ديريكت الصدر. عندنا من لهنا نديرو الصدر 30 سنتيم، 30 سنتيم من لهنا هذا الصدر. الكتف صاي ما نديروش. شنو نديرو؟ نقبضو هذا البونج تاعنا تاع الصدر، نخلو من لهنا. شوفوا البنات تبعوا، نخلو حوالي 5 سنتيم من لهنا، من لهنا 5 سنتيم، ونفصلو هذا الصدر. نبدو من وسط تاع هاد البونجا، في الوسط تاعها هكا. تبعو الطريقة، الوسطة تاع هادي نجو منا حبسوها هنا عند تاع 30 سنتيم، يدرناها تاع الصدر. تبعو الطريقة، وسط البونجا هادي نحطوها، نخلو منا لهنا 5 سنتيم. هادي هادي بالنسبة لاطاي كيما نقولو دوبل اكس ال، من لاطاي شوية كبيرة. نديرو نص دائرة تاع البونجا، ونعاودو نص تاع البونجا، ندخلو نجو هنا حتى لعند 30 سنتيم وين حبسناها تاع الصدر. صاي باينة، هاي هنا هكا. نعاودو من لهنا نهودو غير بالشبر، شبر من عند هنا وين حبسنا نص دائرة، هنا شبر، هنا ندو دائرة الخصر، دائرة الخصر. عندنا الخصر عندنا 35 سنتيم، 35 سنتيم. أما لهنا شوفوا كي نديرو، ندخلو شوية ونجو حتى لهنا، هنا ندخلو شوية ونجو هنايا. كي نجو هنا منا نهودو حتى لتحت إيفازي هكا، نهودو إيفازي. هيا شوفو البنات، شوفو كيفاش تمقصو هنا. شويه تاع العدس يغبن،
ونهودو كيما هاك. منا نكملوها ايفازي. الطول تاعنا فيها درنا على حسب كتانة فيه متر وخمسة وثلاثين سنتيم، هذا هو الطول من الصدر حتى لتحت. هيا البنات ها هو كتان هذا اللي فصلناه، وهذا لبيزو بيزو لا ديبلور اللي بنديروها من تحت. طبقوها على اربعه، نديروها من جهه اللي تكسل، هاي الجهه اللي تكسل طبقوها على اربعه، ونحطوا هذا فوقه كما هاك، ونرشمو فوقه شويه، نزيدو شويه منه، هو يجي شويه واسع. دائما لا ديبلور تجي واسعه على الفوقانيه. ونهبطو البنات تبعو هكا، ونهودو حتى لتحت هكا كما تلاحظو. هاي نهودو حتى لتحت. دوك شنو نديرو؟ نروحو على الماكينة الخياطة ونوريكم كيفاش نلصقو البونجا تاعنا مع لا ديبلور. عفوا البنات سمحولي شوية، كنت عجلانة على هاد الغبدة صواغي كشغل راني عجلانة بيها، نسيت ما قلتلكمش بلي كي نفصلو الزدر فصلنا حنا كلشي في رحبه. نقلعوا الجهه الاماميه تاع الزدر صيقلعناها، كي لا ديبلور تاعها كي الكتان المعدس. دوك شنو نديرو؟ هذا تاع الظهر، حنا تاع الظهر انا نسيت ما قلت لكمش، انا حتى كي بغيت نخيط عند فقط نقبضوا من عند هذه الجهه اللي راها مستقيمه حتى عند هذه الجهه، نقبضوا منا لهنا. نوريكم كيما هاك، هاي منا حتى لهنا، هذه كاع نقلعوها. هذا الظهر تاعنا، شوفوا البنات ها هذا الظهر اهوي، تيجي تسقميها مليح. سمحوا لي شويه كنت عجلانه ما تولهتش لل الظهر، حتى كي بغيت نخيط عاد عرفت بلي مازال ما فصلته. ها هنا الظهر تاعنا يجي مستقيم. هنا حنا شنو نديرو له؟ حنا هنا نديرو لاستيك من الظهر، وبجهه تبغي ديري فيرميتور تبغي ما ديريش. انا كي ندير لاستيك تبالي اسكو ندير فيرميتور ولا ما نديرهاش، من الجهه نديرها كشغل بجهه. دوك نروحو لماكينة الخياطة ونوريكم. شوفوا البنات نبدو بلا ديبلور هي الاولى، نحطو البونش تاعنا نحطوها هاك، هكا نخيطو نخيطو نص تاع هدا نص تاع بونش حتى نص تاع بونش. نزيد بونج تاعنا زوجة، نحطوها هنا في الوسط هكا، نحطوها هاي الوسطى تاعها. باش نديرو؟ نكبلو هاد الكتان، نعدس،
نخيطو لا دوبلور، منحكموش دروك بونج، صاي من البونج خيطناه، دوك نكبدو لا دوبلور، نكبدوها كاع هاكا، نفوتوها كاع تنكملوها. دي بليغ مادا بيكم متكسروهوش نورمال، هي كتجي شوية عريضة من التحت، بنش غادي كي نقلبوها البنات هاهي شوف كي تجي تجي دارقة ديك البونج شوف كي تجي شابة دروك شنو نديرو نلصقو هذا الظهر اللي درناه هاهو الظهر نلصقو له لا دوبليغ تاعه نورمال عادي الظهر جاي مستقيم شوفو البنات نقبضو قبل لا دوبليغ تاع الظهر وحدها نعلمو الوسط ونقبضو لاستيك فيه 20 سنتيم نديرو الوسط تاعه الوسط تاعه ونخيطو نبدو في الوسط هو الأول نجبدو نزيدو الشي هادي درناها نسقو مع الظهر كيجي هنا متجيش فوق لاستيك مرواحي حداه منا هاد الجهة لي خليناه كسليه كيما هاك حسب كتان تاعه يجي دارك نعاودو نخيطو هاو اللاستيك نبدي نشدي شوفو البنات صايدو كنا لصقنا
مسخنا بونج دوك شنو نديرو نقفلو شهيا هاد لا دوبلي غير نديروها وحدها ما نقفلوهاش مع الكتان قفلنا هاد الكتان معدس وحده دوك شنو نزيدو نزيدو لا دوبلوغ نديروها وحدها قفلنا هاد الشيء ها نعاودو نفس الشيء نفس الطريقه في الجهه الزاوجه هذا وحده ولا ديبلي وحدها ومن بعد شنديرو نديرو لها العطفه من تحت ونكملو الحزامه والنتيجه النهائيه ان شاء الله نوريها لكم في الماركه.